مرحبا، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم وصفه تاعنا حوت بالارز. هذه الوصفه من المطبخ المشرق العربي، يسموها صياديه السمك. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. قبل ما نبداو الوصفه، نتمنى تدعموني باللايك والبارطاج. باول مره يشوف قناتي يدير لي اشتراك ويدق على الجرس باش يوصلو كل جديد. عندنا الحوت، عندي زوج حوتات بونيت قطعين قطع هكذا. ديرو التتبيلة هي الأولى. عندي زوج حبات قارص معصورين ولا حبة كبيرة. عندي راس ثوم، عندي عكري، عندي قزبر وكمون، عندي ملح في الكحل، وعندي توابل سمك. عندنا عصير ليمون، زيت الثوم وزيت التوابل، عكري، قزبر وكمون، ملح في الكحل، توابل الحوت، ونخلط. نجيبو الحوت تاعنا نتبلوه، ندهنوه بالتتبيله مليح هكذا. يعني كملت الحوت تاعي كامل تبلته، دوك نغطيه ونخليه يرتاح نص ساعه وبعد نكمل الوصفه تاعنا. دركا نوجد الفرينه باش نرمد الحوت تاعي. عندي كاس فرينه، ونزيد له ملح في الكحل، ونزيد توابل السمك، ونزيد كمون وقزبر، ونزيد شويه بابريكا، ونزيد الكركم، ونخلط ملح الفرينه تاعي. دركا نعطي المقادير تاع الارز. نوجد المقادير تاعي، ندير ميزون بلاس وبعد نروح للغاز ونطيب برك. عندي نص كيلو روز بسماتي، غسلته مليح ورطبته. عندي زوج حبات بصل قطعته الى مكعبات. عندي توابل الحوت، عندي قزبر وكمون، عندي طماط كونسنتري، عندي ملح في الكحل، وعندي العكري. وهنا عندي القزبر دبشة، وعندي فلفل حار وفلفل طرشي وحبة طماطيش. هادو كامل نحطهم في ميكسر اشواغ ونرحيهم. نجيب الاشواغ، نحط القزبر وحبه فلفل صغيره وحبه طماطيش وشويه حار ونرحيها. حطيت المقله فوق النار، حطيت فيها الزيت ورمت السمك تاعي الحوت تاعي في الفرينه، حطوه يتقلى. نقلي الحوت تاعي كامل. نبت البرمة اللي نطيب فيها الروز تاعي، الزيت اللي طاب فيه الحوت صفيت منه شوية، ونحط البصل تاعي وخليه يتقلى مليح ويدبال ويتقلى حتى يعود لاكولور تاعو ماغون. خليه يتقلى البصل تاعي، يبدا يدبال دوك، نخليه يتحمر حتى تعود لاكولور تاعو بنية ويتحمر مليح قريب يتحرق. راهو تحمر البصل هكا يكون. دوك راح نقص شويه الزيت، نطفيه على النار. اذا شفتي الزيت بزياده نقصلو شويه. دوك راح نقص ونرجعو. راني نقص الزيت. دوك نزيد الخليط الفلفل والطوماطيش والقزبر ريحتهم. البصل المتحمر هو اللي يعطيني لاكول خشب للروز والمذاق. نقليهم مليح، نزيد الطوماط كونسنتري ونزيد التوابل، وهي توابل السمك قزبر وكمون عكري وملح في الكحل. خليه يتقلى وخليه الخضار تتقلى، الفلفل والطوماطيش. دركا نزيد الروز، روز بسماتي شمقته وصفيته. حطيت ما يغلى مش المرق به الروز تاعي. نقلي مليح الروز، لازم يتغطى كامل بالتتبيله
تاع درك نمرقو الروز تاعنا بالماء يكون غليان هكا الماء راه مليح يكون مغطي يكون مغطي بواحد سنتيمتر حق الصباع خليوه يغلى قبل النار خليوه يغلى راهو بدا ينشف لنا الروس بدا يبان دوك نرجع قطع الحوت تاعي هكدا رش عليها شويه قزبر شويه دبشه ونغطي عليه خليه يطيب عقلو 20 دقيقه حتى نص ساعه حتى تطلع الحبه رجعت البرمة تاعي في الغاز الصغير ونقصت له خلاص وخليه يطيب عقلو أو جد البلاتين تاع اليوم أرز بالحوت صيادية السمك وصفة رائعة أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم أتمنى تدعموا لي باللايك والبارتاج إن شاء الله نتلقاو في فيديو جديد بقاو على خير سلام